إن زيارة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأمريكا من أنجح الزيارات بكل المقاييس، لأنه قدم مصر التي تقود المنطقة وتطرح الحلول في القضية الفلسطينية وسوريا وليبيا. إن مشاركة سيادة الرئيس السيسي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 مرات متتالية قد وضع مصر مرة أخرى على خارطة العالم السياسية والدبلوماسية. كلمة السيد الرئيس كانت في منتهى الأهمية، حيث ركز من خلالها على ضرورة ملاحقة الدول الداعمة للإرهاب وطرح حلول للمشكلات الإقليمية. الزيارة شملت الحضور في الفعاليات الدولية واللقاءات الثنائية مع قادة العالم، وسيادة الرئيس استطاع تقديم حل عملي وموضوعي للقضية الفلسطينية. وقد قدمت مصر الخطط الإصلاحية للاقتصاد. إن مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 72 لا تؤكد على إدراك مصر الكامل لأهمية العمل الدولي متعدد الأطراف للتوصل لحلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية القائمة ومناقشة كافة القضايا الهامة دولياً. هذه الزيارة كانت فرصة جيدة لتعزيز سبل التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية على كل المسارات وجذب الاستثمارات الأمريكية للسوق المصري. إن المشاركات الدولية تسمح لمصر بعرض رؤيتها للحلول السياسية للأزمة الإقليمية والدولية وعرض جهودها في محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى خلق علاقات دولية أكثر توازناً بين مصر وكافة دول العالم. برجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. يعني شفنا وتابعنا في التقرير بعض الملامح اللي كانت متواجدة في زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للولايات المتحدة الأمريكية، وده يعني إحدى الزيارات، في زيارات كثيرة ومتنوعة قام بها السيد الرئيس للدول العربية، للدول الإفريقية، للدول الأوروبية. كان هناك أيضا الزيارة للصين بالأمس زي ما قلنا في بداية كلامنا، كانت زيارة دولة الإمارات. طيب أنا يعني دايما لما بنحب إن احنا نقيم أي زيارة لابد إن احنا نشوف إيه النتائج اللي بتترتب عليها، إيه الإيجابيات، إيه الاستفادة الخاصة بيها، وتواجد السيد الرئيس في هذه الدول أو حتى دعوته لرؤساء الدول الأخرى للتواجد في مصر. شفت بالأمس أيضا كانت هناك الدعوة لأمير الكويت إن هو يتواجد في مؤتمر الشباب الدولي اللي هينعقد بإذن الله في شرم الشيخ. طيب ده كله هينعكس علينا بإيه؟ وفي نفس الوقت ايه اللي مطلوب من باقي الاجهزه المعنيه والتنفيذيه والمتنوعه في الدوله، سواء كانت سياسه، اقتصاد، اعلام، انها تكون ايضا داعم لنتائج هذه الزيارات. خلونا نعرف اكثر عن هذا الموضوع. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي اللي مشرفني في مصر جميله، برحب بالاستاذ نزار العطيفي نائب رئيس وكاله انباء الشرق الاوسط. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، منورنا يا فندم. طيب نبدأ بقى بأحدث زيارة أو الزيارة اللي بدأها بالأمس السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات، وهناك العديد من يعني العلاقات اللي بتربطنا بدولة الإمارات العربية. شايف حضرتك يعني على مدى الـ 24 ساعة الماضية أهم ملامح هذه الزيارة وما تم التوصل إليه فيها؟ الحقيقة زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات بالأمس واليوم تأتي تزويجا للجهود الحثيثة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي زي ما تفضلت حضرتك في المقدمة من الصين إلى نيويورك ثم إلى الإمارات، كلها بتعكس التواجد المصري على كل الأصعدة الدولية والإقليمية والعربية. بتربطنا بدولة الإمارات العربية المتحدة علاقات قوية ووثيقة وتاريخية، علاقات متميزة على أكثر من صعيد، يمكن الجانب الأكبر منها هو الجانب الاقتصادي والجانب الاستثماري. كذلك كان مهم بعد نيويورك وبعد الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هذه المحطة بدولة الإمارات العربية المتحدة لاستكمال التشاور
مصر والإمارات على الصعيد السياسي، هما دولتين من القوى الأساسية في دول دعم مواجهة الإرهاب. مصر والإمارات بينهم تنسيق على أعلى مستوى في جميع المحافل. الوفد اللي كان مرافق للرئيس عبد الفتاح السيسي كان على أعلى مستوى في الاستثمار، في التجارة الخارجية، في وزارة الخارجية، فدي في دلالة على أن كان في انفتاح كبير على المستثمرين، دعوة المستثمرين للاستثمار في مصر، خاصة بعد الإجراءات الاقتصادية والتشريعية اللي احنا خدناها واللي أزلنا فيها كل العقبات وفتحنا الباب بشكل كبير جدا للاستثمارات. فدي كانت نقطة كبيرة، الاستثمارات الإماراتية هتنفتح في مصر. حاجة تانية كمان، فرص عمل كثيرة للعمالة المصرية. العمالة المصرية في الإمارات، دولة الإمارات العربية المتحدة من أكبر الدول المستقبلة للعمالة المصرية ومن أفضل الدول التي تحسن استقبال العمالة المصرية. الحقيقة هي العمالة المصرية وغير المصرية، يعني الحقيقة هي دولة استطاعت أن هي تجذب جنسيات مختلفة جدا، والأجمل بقى أن الجنسيات دي بقى عندها انتماء بالظبط كده ورغبة في العمل ورغبة في التقدم. الحقيقة برضو يا أستاذ نزار، يعني لازم أن احنا نلقي الضوء على التجارب الناجحة لهذه الدول، يعني دولة الإمارات في مصاف الدول المتقدمة اللي قدرت أن هي تستقطب تكنولوجي أحدث ما تم التوصل إليه وتبني عليه. هنا أنا المفروض في مصر من كل دولة أخد مزايا معينة أو مزايا التجربة اللي مرت بيها، لو احنا حبينا هنا نستفيد من ما قامت به دولة الإمارات العربية للوصول إلى هذه الدرجة من التقدم، إيه أكتر الأشياء اللي يجب أننا أستفيد منها؟ هي طبعا دولة الإمارات العربية المتحدة حققت تقدم في مجالات كثيرة جدا، زي ما قلنا احنا في مجال الاستثمار، في مجال تكنولوجيا المعلومات، في مجال بعض الصناعات، في المجال كمان الاقتصادي، هناك في يعني مجالات كثيرة جدا للتعاون الاقتصادي والاستثماري. رجال الأعمال والمستثمرين هتكون لهم فرص استثمار كبيرة في مصر، وبالمقابل رجال الأعمال المصريين يعني تكون لهم فرصة برضو ان هم يكونوا متواجدين في سوق دولة الإمارات، لان احنا عندنا صناعات كثيرة، عندنا صناعات دواء، عندنا صناعات منسوجات، كل هذه تجد فرص كبيرة في السوق الخليجي وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة. يمكن كل دولة عندها مواردها، البعض قد يقول مثلا ان الإمارات عندها موارد هي اللي قدرت انها توصلها لكده، اعتقد ان الموارد لوحدها غير كافية، ولكن توظيف هذه الموارد بشكل صحيح وادارة هذه الموارد بشكل صحيح هو ده اللي ممكن ان هو يوصلنا. واحنا هنا في مصر الحمد لله عندنا موارد، يعني ربنا سبحانه وتعالى حبانا موارد طبيعية كثيرة جدا وموارد بشرية ايضا. تجربة التوظيف الامثل او الادارة المثلى لهذه الموارد حضرتك شايفها ازاي في الامارات؟ هو الحقيقة يعني دولة الامارات العربية المتحدة تميزت في هذا الموضوع، ان هي احسنت ادارة الموارد اللي تمتلكها. احنا برضو عندنا موارد كبيرة جدا، عندنا قوة عاملة متميزة، عندنا امكانيات جغرافية، عندنا امكانيات سياحية، عندنا امكانيات اقتصادية. فالحقيقة ده اللي احنا بندعو ليه دايما، التكامل، فكرة التكامل، ان انا استفيد من اللي عندي في مصر واستفيد من اللي عندي في الامارات، بحيث ان احنا لو حصل التكامل المرجو ما بين الامكانيات المصرية وفي دولة الامارات المتحدة نقدر نعمل مشروعات تنموية مشتركة، نقدر نعمل صناعات مشتركة، نقدر نعمل سوق مفتوحة في كلا الدولتين، ودي بيكون إضافة للتعاون بين الدولتين. وفي تعاون سياسي على أعلى مستوى، في تعاون في مواجهة الإرهاب على أعلى مستوى، التعاون في مجال الإدارة، في مجال الاستثمار، في مجال الاقتصاد، في مجال التنمية البشرية، في مجال التعليم، كل هذه المجالات نقدر نتبادل الرؤى والتجارب ما بين مصر وبين دولة الإمارات العربية. وبالفعل ده قائم، يعني احنا كثير من الأسر المصرية أبنائها ممكن يكونوا بيشتغلوا في الإمارات ومتواجدين في حتى علاقات نسب بتجمع برضو بعض الأسر وغيره. طيب النهاردة الحقيقة عايزة أعرف يعني الدول العربية والدول الإفريقية والدول الأوروبية من الناحية الاقتصادية بعد، ازاي لما بيكون في زياره لدوله عربيه ايه اختلافها عن زياره لدوله افريقيه، ايه اختلافها عن زياره لدوله اوروبيه في ظل نواحي الاقتصاديه وفتح الاسواق المشترك، خصوصا ان احنا دايما بنقول فتح سوق عربيه مشتركه، وهذا الموضوع اللي يعني طالما تحدثنا فيه على مدار سنوات طويله سابقه. شايف حضرتك ان هذه الزيارات من الجائز ان يعني تحقق خطوات ايجابيه في هذا المجال؟
طبعا بالتأكيد الأسواق العربية والأسواق الأوروبية والأسواق الأفريقية من أهم الاهتمامات الاقتصاد المصري والتجارة المصرية، لأن إحنا قلنا علاقاتنا بأفريقيا علاقات تاريخية كبيرة جدا، تواجدنا في أفريقيا كان تواجد تاريخي من زمان جدا، قد تكون في بعض الفترات يعني كان في يعني تراجع بعض الشيء، لكن دلوقتي الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم جدا في حضور القمم الأفريقية، وهذه القمم بتبقى فرصة للتشاور في المجال السياسي والمجال الاقتصادي والمجال الاستثماري. إحنا تعاوننا مع أفريقيا تعاون في كل المجالات، المجالات الصحية، في المجالات الاقتصادية، في المجالات الاستثمارية، في المجالات الزراعية، في مجالات الري. الخبرة المصرية هناك متواجدة كثيرة جدا. أفريقيا من القارة السمراء واعدة بيها إمكانيات كبيرة جدا. إحنا بنتعاون معهم في مجال الكهرباء، في مجال الزراعة، في مجال التجارة. إحنا الخبراء المصريين هناك متواجدين في مجالات كثيرة جدا. صحيح. التنسيق على أعلى مستوى في هذه المجالات. طبعا طبيعه الاقتصاد في افريقيا وفرص العمل في افريقيا، فرص الاستثمار في افريقيا بتختلف عن الدول العربيه. طبعا. يعني الدول العربيه ليها طبيعه اقتصاديه معينه، افريقيا ليها طبيعه اقتصاديه معينه. التوجه المصري إن السوق بيستفيد من الجانبين. مازال بكري، يعني مازال قادر على الاستيعاب للتواجد سواء كان مصري سواء كان عربي، يعني مازال بيفتح الافاق. دايما بنقول ان احنا محتاجين ان احنا نتواجد في الاسواق الافريقيه بشكل اكتر في الفتره دي. بالظبط كده. وحتى الرئيس عبد الفتاح السيسي في دوره الامم المتحده الاخيره لقد قبل ايام التقى بالعديد من ممثلي الدول الافريقيه، رؤساء وزراء، وكان التنسيق على اعلى مستوى في المجال الاقتصادي وفي المجال الاستثماري وفي الاكتشاف القدرات الاستثماريه في الدول الافريقيه والتعاون. احنا عندنا خبرات في مجال، هم عندهم ارض بكر في مجال الزراعه. صحيح. في مجال الري. فما يكون في تنسيق هيكون في تعاون، نقدر وصولا للفكره اللي احنا دايما بنقول بيها اللي هو التكامل الاقتصادي العربي، اللي ده لو تم بالطريقه اللي هو المفروض يتم بيها هنبقى احنا كتكتل واحد تكتل قوي جدا. صحيح. والاقتصاد هو أساس السياسة. صحيح. وطالما على ذكر الأمم المتحدة والتواجد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيها، أعتقد أن أصبح يعني مش محتاجين أن احنا نتكلم عن مكانة مصر في عيون الآخر. كان في فترة من الفترات كنا دايما يعني بنركز على هذا الموضوع، خاصة أن كان هناك جدل ما بين ده بشكل كبير، ولكن أعتقد النهاردة وبعد العديد من الجهود اللي تمت وبعد تغيير كثير من الأوضاع، كيف ترى التواجد المصري في الأمم المتحدة من خلال زيارة السيد الرئيس السابقة ويعني ردود الفعل الخاصة بها؟ هي الحقيقة زيارة الرئيس للأمم المتحدة في الدورة الـ 72 كانت زيارة موفقة من جميع الأطر. يعني دي المرة الرابعة لرئيس مصري على التوالي، لأول مرة رئيس مصر يشارك في دورة الأمم المتحدة 4 مرات، 2014 و15 و16 و17. هذه الدورة تميزت عن الدورات الثلاث السابقة في التواجد الإقليمي والعربي والدولي اللي كان مصر كانت موجودة في الأمم المتحدة. كان في تنسيق على أعلى مستوى، سواء الجهود اللقاءات الأنبياء الرئيس والتي وصلت لأكثر من 22 لقاء قمة ثنائية مع جميع التكتلات في العالم، طبعا مع الرئيس الامريكي، مع رئيس البرازيل، مع رؤساء دول عربيه، رؤساء دول افريقيه، اوروبا، رئيس وزراء ايطاليا. فكان تواجد دولي كبير جدا. الرئيس كان وجه رسائل قويه جدا. حضر 3 اجتماعات دوليه في على جانب كبير من الاهميه، منها الدوره 72 للامم المتحده، منها اللقاء الدولي بشان الوضع في ليبيا، وده كان مهم جدا لان صحيح. ليبيا طبعا دوله جوار بيهمنا ان احنا نكون احنا في تعاون معاها قوي جدا. شاركنا كمان في اجتماع مجلس الامن بمجلس الامن عشان قوات حفظ السلام. وكان مصر بصراحه كان ليها رساله قويه جدا حازت على اعجاب جميع رؤساء الوفود اللي شاركت هناك. كان الرئيس السيسي رساله قويه حول تطوير دور قوات حفظ السلام، وان قوات حفظ السلام ليس بديلا عن الحكومات ولا عن الـ عن الـ عن الـ عن الدول، وان هي دورها لازم تكون في اطار من الدبلوماسيه. كمان السيد الرئيس كان في لقاءاته يعني نقدر نقول كان في 6 قضايا رئيسية، أهم 6 قضايا رئيسية. كان هناك الرسائل الموجهة في هذه القضايا للدول المشاركة وللدول غير المشاركة أيضا من خلال طبعا البث ومتابعة هذه الدول لكلمة السيد الرئيس.
حضرتك شايف ان اهم الرسائل اللي تم توجيهها من قبل الرئيس المصري في هذا التواجد اللي بيضم مجموعه من كبرى الدول؟ طبعا هو كان في رساله قويه جدا من مصر وحازت على تقدير واعجاب، حتى ان احنا في متابعتنا في وسائل الاعلام كل كلمه الرئيس في الثلاث محافل الدوليه كانت بتلقى رد فعل قوي جدا، وتناقلتها وسائل الاعلام وكالات الانباء العربيه والدوليه نصا واجزاء من كلمه الرئيس. الرئيس اتكلم على اكثر من صعيد، اتكلم في صعيد دور الامم المتحده وتطوير دورها، اتكلم في القضيه السوريه والازمه في سوريا وضروره وحده الشعب السوري والحل السياسي، ركز على الوضع في ليبيا وضروره الحل السياسي وعدم التدخل في شؤون الدول، القضيه الفلسطينيه كان لها شان كبير والاول مره يحصل حراك قوي في القضيه الفلسطينيه، حتى ان بعض الوكالات والمتابعين اطلقوا على السيد الرئيس عراب السلام للجهود الكبيره اللي قام بيها على هامش الامم المتحده بلقائه مع الرئيس الفلسطيني ولقائه مع رئيس الوزراء الاسرائيلي، واللي كانت بدات نتائجها بشكل سريع في ما اعلنته حركه حماس تفاعلا مع جهود المصريه وبدء التوافق على حكومه وحده فلسطينيه وفاق فلسطيني، ولاول مره بتعلن حركه حماس ان هي بتلغي اللجنه الاداريه في غزه، ودي في اشاره قويه جدا لعوده الوفاق الفلسطيني. وبالامس كان في احتفالات كبيره جدا بتقدير الشعب الفلسطيني للجهود الكبيره بتقوم بها مصر، فقضيه القضيه الفلسطينيه كانت من اهم المحاور اللي الرئيس ركز عليها سواء في لقاءاته الثنائيه او في كلمته في الامم المتحده. هذا بيعكس المكانه اللي يعني اللي بتحتلها مصر في صداره الدول وردود الافعال زي ما حضرتك تفضلت وقلت، سواء من خلال تناول وسائل الاعلام المختلفه، اعتقد ان ده كان ليه صدى كبير جدا حول قوه المكانه اللي بتحتلها مصر. الحقيقه برضو ده يهمني ان انا من خلاله انا كمواطن مصري او كشعب مصري او كاجهزه معنيه، ازاي ان انا كمان اكون عنصر داعم لكل هذه الجهود المقدمه من قبل الرئاسه؟ يعني كلنا لازم نشتغل، كلنا كاعلام، كلنا كساسه، كلنا كاقتصاديين، لابد ان احنا نسير في نفس الاتجاه وفي نفس الاطار. لما يكون عندي تواجد مصري بهذه القوه، ازاي ان انا استتبعه بخطوات بقى تدعمه وتسوقه بشكل جيد حتى يمكن الاستثمار الامثل ايضا لهذا التواجد؟ هو الحقيقه سيد الرئيس دايما في كل جولاته وفي كل رحلاته هو الهم المصري، الشعب المصري، ودايما بيشيد بالشعب المصري وبتحمل الشعب المصري. والحقيقه كمان الرئيس في لقاءاته كان في جانب اقتصادي كبير جدا في البنك الدولي، والتقى مع رجال اعمال امريكيين سواء في الامم المتحده او في زيارته للولايات المتحده الامريكيه، فتح مجال كبير للاستثمارات، وكان في تهافت من رجال الاعمال ورغبتهم الكبيره جدا ان هم الاستثمار في مصر، وهيعقد في اول العام المقبل ملتقى لرجال الاعمال المصريين الامريكيين. كل دي بتترجم الى مشروعات، بتترجم الى استثمارات، بتترجم الى فرص عمل. طب احنا كشعب مطلوب مننا ايه؟ احنا كشعب الحقيقه كان لينا موقف قويه جدا ان احنا تحملنا مرحله الاصلاح الاقتصادي، وعلى فكره اشدنا وما زلنا، وان شاء الله والشعب المصري بوعيه وبقدرته وبتماسكه وبعلمه بالجهود الكبيره اللي بتقوم بيها الدوله واقف في ظهره ولا يصغى لمن يحاول ان يوقع ما بين الشعب. والشعب المصري ان شاء الله باذن الله هو بمزيد من الصبر، يعني احنا خلاص احنا تجاوزنا، وفعلا المجتمعات الدوليه اكدت ان مصر في الطريق الصحيح، ان الاصلاح الاقتصادي بدا يؤتي ثماره، مجموعه الحزمه الحمايه اجراءات الحمايه الاجتماعيه اللي رافقت الاصلاح الاقتصادي دي كان ليها دور كبير. احنا مطلوب منا العمل ثم العمل ثم العمل، مطلوب منا ان احنا نعمل، مطلوب منا ان احنا نكون كلنا متعاونين صف واحد، ان احنا لا نصغي لما يقال ممن يحاول ان يوقف مسيره مصر وريادتها. احنا مطلوب ان احنا نشتغل، ان احنا نعمل كل في مجاله. يسعى الى ان تكون مصر ان شاء الله في مكانتها المستحقه بين الامم، وده ان شاء الله يعني باذن الله مصر جميله، مصر بخير باذن الله، وغدا ان شاء الله هيكون افضل بجهود ابناء مصر وشعبها الطيب ان شاء الله باذن الله. بكره احلى وبكره افضل، لاننا نستحق الافضل ونستحق المكانه المتقدمه بشكل كبير. المهم ان احنا
يعني يكون عندنا يقين اننا بالفعل قادرين ان احنا نحقق ده، ويكون عندنا كمان ايمان بقيمه العمل وكل واحد يؤدي الدور اللي عليه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ نزار العطيفي نائب رئيس وكاله انباء الشرق الاوسط على هذا التحليل، سواء للزياره السابقه للولايات المتحده الامريكيه او للزياره الحاليه لدوله الامارات العربيه. الف شكر لحضرتك. شكرا جزيلا، ومصر خير ومصر جميله، وشكرا لك. امين يا رب العالمين باذن الله. ولسه مع كل مشاهدينا هنطلع فاصل، بعد الفاصل نرجع لحضراتكم مره تانية ونستكمل فقراتنا في مصر جميله.